كذلك أكد محمد الطويل رئيس نادي نجوم المستقبل أن صفقة انتقال إبراهيم حسن للزمالك غير قانونية، وأنه لا يعتد بها بما أعلنه رئيس القلعة البيضاء. وقال الطويل أن الإسماعيلي لم يعلن الصفقة بعد لأنها لم تكتمل بتوقيع مخالصة رسمية من جانب نادي نجوم المستقبل بخصوص حصته في عقد اللاعب، وهو ما لم يحدث. وأشار إلى أن العقد الثلاثي بين نادي الإسماعيلي واللاعب يفيد بتغريم إبراهيم نصف مليون دولار حال توقيعه بدون إذن لأي ناد، كما أن الإسماعيلي سيتعرض لغرامة بنفس القيمة حال بيعه اللاعب دون إذن. وأوضح أنه قدم عرضا لشراء عقد اللاعب نهائيا مقابل 1.5 مليون دولار ورفضه الإسماعيلي.